والله في البداية نحب أن أشكر جميع العاملين في الشركة على هذه النتائج الطيبة، ما كانت تتحقق لولا تكاتف الجميع من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كذلك العاملين في الشركة بذلوا جهود كبيرة في الظروف الصعبة التي شكل ما قلت ظروف النقل البحري ما زال يواجهون ظروف صعبة، ولكن بحمد الله تحققت النتائج بظروفنا الطيبة، وكذلك بحكم وجودنا في دولة قطر بالنمو الكبير والطفرة الكبيرة في قطر تحققت، لأن احنا موجودين في دولة فيها نمو وفيها تطور، واحنا نواكب هذه التطور، والشركة الملاحة تقوم بهذه تحقق هذه النتائج بالظروف الاقتصادية اللي تمر فيها بلدنا. طبعا خاصة أنه شركة ملاحة تمتلك حصص مؤثرة في بعض الشركات، في شركة حلول وكذلك أيضا شركة ناقلات لنقل الغاز، ولكن أتحدث عن المستقبل. العام 2014 أنتم لاعب رئيسي في ميدان النقل البحري في دولة قطر وتديرون موانئ، وبالتالي لديكم استحقاق الميناء الجديد، كيف تستعدون ربما لهذه الاستحقاقات المقبلة؟ ما في شك أن الطفرة القادمة خلال هذه السنة والسنوات القادمة لقطر ستلعب إن شاء الله شركة الملاحة دور كبير في إدارة المواني ونقل البضائع، ونحن نقوم مع وزارة المواصلات ممثلة شركة المواني في التنسيق لكيفية إدارة الميناء الحالي، وإن شاء الله في مستقبلا إلى الميناء القادم الجديد، حيث تمر ستكون إن شاء الله هذه البضائع والحركة تكون بانسيابية وبتطور كامل، شركة تقوم بها مع الأخوان في شركة المواني ووزارة المواصلات. نتمنى إن شاء الله تكون سنوات القادمة تكون أفضل، والشركة تبذل جهود جبارة كبيرة لمواكبة كل هذه التطورات في البلد إن شاء الله. طبعا أعلم بأنكم يعني تغلبتم على تراجع أسعار النقل البحري وصعوبة تعاني منها صناعة النقل البحري في العالم باللجوء إلى النشاط الاستثماري في العام 2013، وبالتالي كانت حصة جيدة من الأرباح، حدثني عنها لو سمحت. طبعا الشركة تملك مجموعة شركات من ضمنها الشركة العقارية الملاحة كابيتال اللي هي تدير محافظ استثمارية أساسية في السوق القطري، القسم العقاري موجود وعندنا القسم التجاري، كل هذه ساعدت بحصة كبيرة وفي جزء كبير من تحقيق النتائج الطيبة والأرباح الكبيرة اللي حققتها، هذه كلها يعني ساعدت المجال البحري، لأن شكل ما قلنا ما زال المجال البحري يعاني، ولكن القطاعات الأخرى التي تكمل مجموعة الملاحة استطاعت أن تحقق نتائج، وإن شاء الله تستمر هذه الشركات الأخرى اللي تملكها الملاحة تحقيق في الفترة القادمة وتساعد القطاع البحري حتى تتجاوز هذه، ولكن صحيح في الأزمة، ولكن هناك فرص كبيرة ما زالت في مجال النقل البحري، الشركة تقوم بدراستها وإن شاء الله ستعلن عنها في الوقت المناسب إن شاء الله. فكرة زيادة رأس المال ألغيت أم أجلت؟ حاليا ألغيت، نعم ألغيت الآن، وإن شاء الله متى ما تم طلبها أو احتياجتها بنرجع للجمعية ونعلن عنها إن شاء الله في الوقت الكافي والوقت المناسب إن شاء الله.